السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معنا على قناة فيلوسوفيا النجاح. في هذا الفيديو سنضع بين أيديكم المقرر الدراسي لمادة الفلسفة الخاص بالسنة الثانية بكالوريا. إذا قبل أن نتعرف على مضامين المقرر، لابد أن نعرف محتويات هذا المقرر. فمقرر السنة الثانية بكالوريا يتكون من 4 مجزوءات. المجزوءة الأولى هي مجزوءة الوضع البشري، المجزوءة الثانية هي مجزوءة المعرفة، ثم المجزوءة الثالثة هي السياسة، أما المجزوءة الرابعة والأخيرة فهي مجزوءة الأخلاق. كل مجزوءة تتكون من 3 مفاهيم بالنسبة للشعب الأدبية ومفهومين بالنسبة للشعب العلمية. فمجزوءة الوضع البشري تتكون من مفهوم الشخص، مفهوم الغير، ومفهوم التاريخ بالنسبة للشعب الأدبية. أما بالنسبة للشعب العلمية فإن مفهوم التاريخ غير موجود، أي أنهم يقتصرون فقط على مفهومين، مفهوم الشخص ومفهوم الغير. أما بالنسبة للمجزوءة الثانية فتتكون من 3 مفاهيم بالنسبة للشعب الأدبية ومفهومين للشعب العلمية. بالنسبة للشعب العلمية عندهم 2 ديال المفاهيم، نظرية وتجربة ثم الحقيقة. أما الشعب الأدبية نضيف للمفهومين السابقين مفهوم العلوم الإنسانية. أما بالنسبة للمجزوءة الثالثة اللي هي مجزوءة السياسة تتكون كذلك من 3 مفاهيم بالنسبة للشعب الأدبية اللي هي مفهوم الدولة، مفهوم الحق والعدالة، مفهوم العنف. الشعب العلمية ما عندهمش مفهوم العنف. شوفوا المجزوءة الرابعة والأخيرة تتكون كذلك من 3 مفاهيم، مفهوم الواجب والحرية بالنسبة للشعب العلمية، أما الشعب الأدبية فنضيف لهم مفهوم السعادة. على العموم هذه هي المفاهيم التي يتكون منها المقرر الدراسي سواء بالنسبة للشعب الأدبية أو بالنسبة للشعب العلمية. إذا كما تلاحظون أن المفهومين الأول والثاني تشترك فيه الشعب الأدبية والعلمية، في حين أن المفهوم الثالث يكون خاصا بالشعب الأدبية فقط، أي أن الشعب الأدبية لديها 3 مفاهيم وهي اللي درناها باللون الأحمر. من بعد ما شفنا المحتوى ديال المقرر الدراسي نشوفوا كيفية إنجاز الفروض. عندنا الفروض 2 ديال الأسدسين، الأسدس الأول والأسدس الثاني. عندنا 2 ديال الفروض في الأسدس الأول وجوج ديال الفروض في الأسدس الثاني. كيف ننجز هذه الفروض؟ بالنسبة للفرض الأول كيكون عندنا نص للتحليل والمناقشة، كيعطيك الأستاذ نص كيقول لك حلل وناقش. الفرض الثاني اللي كيكون قبل الأسدس الأول يعني هو الفرض الأخير، عندنا سؤال للتحليل والمناقشة. كاين واحد الاختلاف في هذه المسألة، هذه كاين اللي كيدير القولة وكاين اللي كيدير السؤال. شوفوا الأسدس الثاني، في الأسدس الثاني كذلك عندنا 2 ديال الفروض، الفرض الأول كيكون عبارة عن قولة، كاين اللي كيديروا عبارة عن سؤال. يعني اللي دار السؤال في الأسدس الأول كيدير القولة في الأسدس الثاني، واللي دار القولة في الأسدس الأول كيدير السؤال في الأسدس الثاني. بالنسبة للفرض الثاني والأخير اللي كنساليو به الموسم الدراسي كيكون نموذج للاختيار، كيعطيك الأستاذ نص، كيعطيك قولة، كيعطيك سؤال، وكيقول اكتب في أحد المواضيع التالية، وهي الصيغة اللي كنديروا بها الامتحان الوطني. إذا إلى هنا أعزائي التلاميذ ما بقي لي إلا أن أقول لكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.